فرنسا هي كنا طرحنا دابا شي 6 شهور ولا 7 شهور وبزاف ديال الناس كيسولوني علاش حتى يعني مرات هاد 6 شهور ولا 7 شهور عاد بغيتي تصورها. كنقول لهم حاله خاصه انا حسيت بان هذه الاغنيه خاصها فيديو كليب, خاصها تبقى في الارشيف ديالي متورخه بفيديو كليب. الاغنيه الحمد لله كانت حققت صدى زوين وعجبات الناس لان جات فيها واحد الخلطه ديال لهجه بيضاء مفهومه في كل الوطن العربي وموسيقى الكترو بوب هذا, فالجمل اللحنيه كانت قريبه شويه الاغاني اللي تعودوا الناس يسمعوها من عمرو دياب ومحمد حماقي وهذا. دونك هذه حاله خاصه. بالنسبه للفيديو كليب صورناه مع واحد الشركه اللي هي معروفه اللي هي ايماج فاكتوري, ايضا خدمنا 3 ايام ديال التصوير, يومين في البلاطو ونهار في الغابه. الفكره ديال الكليب هو انه انا كنعاني من انفصام في الشخصيه, انا مريض نفسيا وهذيك السيده هي تتعالجني بحال هي طبيبه نفسيه ديالي وهي اللي كتعالجني وفعلا غتعالجني في الاخر. فكان بزاف ديال الناس تفرجوا في الكليب وما فهموش الفكره. فوالا, من اخراج مخرج الشاب محمد سليم طال, والاكيب كانت كلها ديال ايماج فاكتوري يعني كلهم شباب. بالنسبه لي حاله خاصه راه قمه الرومانسيه, يمكن الايقاع سريع شويه ولكن هي قمه الرومانسيه. لو سمعتي الكلام ديالها قمه الغزل, قمه الفرحه, قمه السعاده. حتى الصوت ديالي ما يعني واخا نغني لك الروك غادي تحسي بانه كاينه في قلب هذاك الاداء راه كاين الرومانسيه. بالنسبه لبزاف ديال الناس عجبني هذا السؤال لانه بزاف ديال الناس كيقولوا لي علاش ما بقيناش كنسمعوا محمد عدلي في الطرب وفي الرومانسيه وبداك الاسلوب الراقي اللي بان به في ذا فويس. فكنبغي نقول لهم بانه هذاك الشيء راه كاين وراه غادي يجي مع الوقت. الخير هو عاوتاني كاينه حسابات اخرى. انا كنغني انا في بلادي في المغرب و ممكن الالبوم يكونوا فيه اغاني رومانسيه, ممكن تكون اغنيه طربيه, ممكن تكون اغنيه قديمه ونعودها طربيه بتوزيع جديد. ولكن باش حنا باقيين كنعتمدوا على طريقه السينجل يعني باش نجيو نطرح هكا فخاص الخطوه تكون محسوبه فهمتي. فالطرب كاين والرومانسيه كاينه ولكن ان شاء الله غيكونوا من بين الاغاني اللي مدارجين في الالبوم, لكن باش تطرحهم هكا كسينجل ما تنظنش بانها فهمتي. سورتو انه لو كنت مثلا عايش اداره الاعمال ديالي مثلا في الشرق كان ممكن نمشي في هذا التوجه هذا, ولكن لانه انا في المغرب فكنحاول ندير يعني كنحاول نلقى واحد المعادله ديال انني نزاوج ما بين الاغنيه المغربيه وما بين الاغنيه العربيه عموما.